خليني بقى ارجع اسال حضرتك، قعدته مع مدير النشاط الرياضي و لكنه هل هيبقى في تغيير في الاجهزه الطبيه؟ يعني اللي انا بعرفه دلوقتي انه جهاز الكره مثلا بيجيب حد مختص شويه في هذا الامر، هل باقي الاجهزه اللي انت بتتكلم على فولي بتتكلم على باسكت وبتتكلم على هاندبول وبتتكلم على جمباز وبتتكلم على لعبات كثيره جدا، هتتعاملوا مع ده ازاي يا دكتور؟ لا ما فيش يعني مش جايبين حد من خارج النادي غير دلوقتي. احنا عندنا عدد كبير جدا من اطباء الفرق وكلهم في تخصصات مختلفة. في نقطة واحدة اللي احنا لغاية دلوقتي متحسبين ليها شوية، وهم السادة الاطباء اللي بيعملوا في مستشفيات العزل. فدول لسه بنحاول نغطي اماكنهم لان مش حابين قوي ان هم يتواجدوا، لان ده صحيح مش لازم يكون عندهم حاجه، بس هتبقى موضوع نفسي. وليهم هم حتى لانه هيكونوا مرهقين اكيد جداً مرهقين يعني. في عملهم وفي نفس الوقت اعضاء الفرقه الرياضيه ممكن تتحسب او تتضايق او تبقى خايفه من وجودهم شويه. فبنحاول نغطي اماكنهم، لكن ان احنا نجيب حد من الخارج لسه لغايه دلوقتي مش محتاجين. هل الاجهزه الفنيه ما طلبتش حد يكون متخصص؟ ما حدش من الاجهزه الفنيه في الاجتماع اللي عملناه، الاجهزه الفنيه طلبت حاجات كتير تانية لكن ما طلبتش هذا الامر. يعني ما حدش قال ان عايز حد. خلي بال حضرتك، ما هو برضو اجهزه يعني وزاره الصحه عامله كل الاجراءات، عامله طريقه اتصال مباشر، عامله اماكن مستشفيات كتير جدا، المستشفيات التعليميه والمستشفيات التابعه لوزاره الصحه كلها بتتلقى فالامر. والنادي نفسه كنادي يعني مش هيترك اولاده في اي حاله يعني مش طيب. اسالك برضو تاني، الطبيب اللي موجود وما معظمهم بيكونوا اخصائيين عظام كويس، معظمهم يعني يمكن في تخصصات اخرى لكن معظمهم اخصائيين عظام، فيما لا قدر الله لو اشتباه في حاله، هل هيقدر يشخص ولا هيبقى دوره عامل ازاي في هذا الامر؟ يعني ما هو حضرتك عارف هو في اعراض معروفه دلوقتي، رجل الشارع العادي خالص عارفها من وحفظها من من الحاله اللي مرينا بيها. فهو احنا عندنا هذه الأعراض واضحة جدا لأي طبيب مبتدئ. فلو لا قدر الله ظهر أي عرض من الأعراض هنفترض على طول الأسوأ. وإحنا متفقين مع دكاترة الفرق كلها ودكاترة العيادة واللجنة اللي قلت لحضرتك هتكون موجودة إن إحنا دائما هنفكر في الأسوأ إلى أن يثبت عكس ذلك. وكل دكاترة النادي هيكون لهم بروتوكول إزاي يتحركوا يعني إزاي يتصرفوا في أي حالة، سواء الحالة دي ما هياش مصابة حقيقة أو مجرد إن هي عندها عرض. بالنسبة للعزل يعني هل بدأتوا تحددوا مكان عزل لو احتاج المريض إلى العزل يا دكتور؟ احنا مش هنزل داخل النادي ابدا. لا ما انا بقولش النادي، انا بقول اماكن مستشفيات قريبه بتتعاقدوا مثلا مع مستشفى زي المعلمين جنب النادي او الانجلو او يعني هل بداتوا تفكروا؟ ما هو دي برضه نقطه مهمه، في حالات تستدعي العزل او القصر العيني الفرنساوي في حالات تستدعي. يعني خلي بال حضرتك ان احنا اوريدي النادي على مدى العمر متعاقد مع مستشفيات. تمام. معظم المستشفيات المتعاقد معها النادي القريبه من النادي والعامله مع النادي في كل الفرق الرياضيه فيها حالات عزل. فاحنا مش محتاجين نعمل تعاقد جديد، هي اوريدي جاهزه. وطبعا احنا عارفينها، مش ما بنذكرش اسماء لكن احنا عارفينها ومتفقين معاها ضمنيا ان هم بيتلقوا في اي حاجه، ده زائد مستشفيات الدوله. معلش